مشاهدينا الكرام في كل مكان، هنا من يا ويندي من قلب العاصمة الكاميرونية، مراسلكم ومراسل الجمهورية اللهم محمد ناصر الفقي، أنقذ حضراتكم فرحة المصريين، وقطعنا آلاف الكيلومترات علشان نيجي نساند بلدنا مصر. نحب ننقل فرحة المشجعين المصريين من قلب الباص الخاص للمصريين هنا. لحضراتكم اول بث مباشر على صفحه الجمهوريه اونلاين من قلب العاصمه الكاميرونيه، اعلى مسا على الجمهوريه اول وثاني وثالث. ان شاء الله مستمرين في البث المباشر ومستمرين من قلب المدرجات، وان شاء الله حابب اوجه رساله لحزب مستقبل الوطن بقياده النائب عاطف ناصر امين عام محافظه ولا بقول للحزب مستقبل الوطن، انتوا دايما سبب فرحتنا ودايما بتكونوا سبب ان احنا نقابل المنتخب، وبنشكر النائب عاطف ناصر والنائب مدحت القمار وجميع نواب مستقبل الوطن وطبعا معالي النائب مصطفى النائب عاطف ناصر. مصر كلها بحب مصر عشان يوصلوا الكاميرون. ان شاء الله هنرجع بالكاس، مش غرور والله، هنكسب الكاس ان شاء الله. آلاف الكيلومترات من أجل مؤازرة ودعم المنتخب المصري في قلب العاصمة الكاميرونية، نقلها لحضراتكم محمد ناصر الفقي مراسل الجمهورية أونلاين في الكاميرون. إن شاء الله نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني وعائدون بالثامنة إن شاء الله. مستمرين في البث أعزائي المشاهدين على مدار الساعة، نحن الآن متجهين إلى استاد الأولمبي
متجهين الى الاستاد المباراه، وسنقوم بعمل بث مباشر من داخل الاستاد ان شاء الله. تحياتي لحضراتكم جميعا، في سلام الله.